يفتتح المنتخب الوطني الأول لكرة اليد اليوم مشاركته في منافسات بطولة العالم لكرة اليد 2023، حيث يواجه منتخب مصر نظيره الكرواتي في 9:30 مساء، وتستضيف السويد وبولندا منافسة البطولة خلال الفترة من 11 إلى 29 من يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا. تتجه أنظار عشاق كرة اليد إلى السويد وبولندا لمتابعة منافسات بطولة العالم لكرة اليد 2023 مع تدشين المنتخب الوطني الأول انطلاقته في البطولة، حيث يتواجد في المجموعة السابعة وتضم إلى جواره كل من كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة. مشاركات المنتخب المصري لكرة اليد في المونديال هي الأقوى والأفضل في القارة السمراء في التاريخ، إذ يمتلك المنتخب الوطني لكرة اليد رقما قياسيا مسجلا باسمه، حيث يعد أكثر المنتخبات العربية مشاركة في مونديال كرة اليد برصيد 16 مشاركة، وكانت أولى مشاركات المنتخب المصري في مونديال اليد في نسخة عام 1964 عندما احتل المركز 14. المنتخب المصري لكرة اليد قدم نسخة استثنائية على المستوى الفني في البطولة التي استضافتها مصر في عام 2021 قبل أن يودع منافسات البطولة من دور الثمانية أمام الدنمارك حامل اللقب بالضربات الترجيحية لينهي البطولة في المركز السابع ليصبح ثاني أفضل إنجاز مصري منذ الوصول للمربع الذهبي في مونديال فرنسا 2001 وحصد المركز الرابع. وبالإضافة لكونه أول منتخب عربي ينجح في التأهل للمربع الذهبي في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة اليد، تتطلع كتيبة المدرب الإسباني باروندو خلال البطولة الحالية لتحقيق إنجاز أفضل مما تحقق في نسخة عام 2001 وتسطير أسمائهم في تاريخ بطولات العالم. ورغم غياب بعض العناصر الأساسية عن المنتخب الوطني وعلى رأسهم القائد أحمد الأحمر بعد اعتزاله الدولي وكذلك يحيى خالد نجم فريق فيزبريم المجري، تطمح الجماهير المصرية إلى إنجاز جديد في كرة اليد.